امبارح تحديدا كان عيد الأب. كل سنة وكل أب طيب وبخير يا رب، وبنشكركم على كل العطاء والمحبة اللي بتقدموها لنا. إلا إن بايدن وترامب كان ليهم طريقة تانية في المعايدة. خلينا نبتدي بترامب الأول عشان نحلي بقى باللي عمله بايدن. ترامب بيقول بالأحرف الكبيرة كلها كابيتال ليترز يعني، يوم أب سعيد للجميع. دي أجمل كلمة قالها، الباقي كله بقى اسمعوا. بما في ذلك اليسار المتطرف، أنا آسفة، المنحط، الذين ينقلون الولايات المتحدة بسرعة إلى مكانة دول العالم الثالث بمحاولتهم العديدة للتأثير على نظام محاكمتنا المقدسة لكسر إرادتهم الخطيرة للغاية. نحن بحاجة إلى القوة والولاء لبلدنا، وسيظهر كل شيء بالكامل يوم 5 نوفمبر، وهو أهم يوم في تاريخ أمريكا. بلدتنا تجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. مفيش فايدة يعني، زي ما حضراتكم شايفين في لسانه مفيش فايدة يعني. هو لو ظبط هو بس كان قال كل سنة طيبين وقال كلمتين حلوين كانت خلصت. المهم نيجي لبايدن بيقول على صفحته، كتب يعني، نحتفل بالآباء وشخصيات الآباء في حياتنا الذين يمدوننا بالدعم ويلهموننا لنكون أفضل ما لدينا. عيد أب سعيد لجميع الآباء والأبناء. طبعا قال كلام جميل وحلو، كلام يتقال من رئيس لشعب مرؤوس، ده شيء كويس. هو برضو لازم ايه نقول اللي لينا واللي علينا. طيب الفيديو جاهز اللي كنت قلت لهايدي عليه في الاول، نشوفه سوا ونرجع نكمل كلام. اتفضل. ايوه كده، اجمل شعب بجد يعني. بس أيوة. مشكله الكهرباء واللي بتتقطع واوا، مش فارق معاهم، مش فارق معاهم، وبياخدوا الامر بدعابه. مفيش حد على فكره يعني بياخد كوارثه دي او اللي عاملينه في حكامه زي الشعب المصري بصراحه. ربنا يعينكم ويكون معاكم. امين يا رب. امين.